السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا تاني للحلقة التانية عشان نتكلم فيها عن ايه هي فوائد الكلاود كومبيوتينج، وايه اللي يخليك اصلا تروح للكلاود كومبيوتينج من خلال وتسيب الابليكيشن بتاعك مثلا، تشيله من على او مايجريشن من على البريمسز للكلاود كومبيوتينج. هنبدأ اول حاجة واللي هي بيسموها الهاي افيلابيلتي. الهاي افيلابيلتي هو ان معناه ان الابليكيشن بتاعك بيكون باستمرار موجود لليوزرز، وصعب ان يقول لك مثلا هذا الموقع غير متاح حاليا. طبعا الهاي افيلابيلتي عمرها ما بتحصل 100%، ولكن على قدر الامكان بيسموها الخمس تسعات، 99.9999% حاجه كده يعني، علشان الهاي افيلابيلتي تبقى موجوده للابلكيشن بتاعك لمعظم الناس انه يكون متاح. ده بيحصل ازاي؟ من خلال تجنب حاجه اسمها سنجل بوينت فيلور. ده بيتم تجنبه في خلال تصميم الابلكيشن بتاعك من خلال توزيعه على مجموعه سيرفرات احيانا، وريلايبل كروس اوفر ان ممكن تعمل سويتش من كومبوننت للتاني بشكل سريع من غير ما تفقد البرفورمانس او جوده الابلكيشن بتاعك، واليوزر ما يحسش بالموضوع دوت. والفيلر ديتكتابيلتي لو حاجه حصلت يبقى في عندك ميكانيزم على طول يعرف الفيلر ده فين ويبدا يتعامل معاه. ده موجود في الكلاود كمبيوتر وبيتوفر لك، واحيانا بيتم من خلال حاجه اسمها اللود بالانسنج، ويوزع بعد كده الريسورسز على اماكن مختلفه، فده بيسهل على ان الابلكيشن بتاعك يكون دايما موجود في حاله اي شيء حصل، يبقى دايما اليوزر عنده اكسس للابلكيشن بتاعك. حاجه تانية اللي هناخدها اللي هي سكيلابيلتي. سكيلابيلتي هي القدره ان انت تعمل فيرتيكال سكيلينج، تضيف رام مثلا، بروسيسور، فيرتشوال ماشين والكلام ده كله بحيث الابلكيشن بتاعك يشتغل، او تضيف هوريزونتال بحيث ان انت تخلي الكمبيوت كباسي اكتر، الريسورسز نفسها تزيد بانك تضيف انستنسز، يعني بتضيف ابلكيشن زي ما تقول، يعني بتضيف داتا بيس ثانيه والكلام ده كله وتبدا تشتغل بناء عليه، وبتضيف انت بقى الفيرتشوال ماشينز دي كلها، فده بيسرع من الابلكيشن بتاعك. ده بيسموه السكيلابيلتي سواء فيرتيكال او هوريزونتال. وده بياخدنا للالاستيسيتي. الالاستيسيتي او زي ما انت شايف زي السوسته، هي ان القدره ان الابلكيشن بتاعك يبقى اوتو سكيل، بمعنى ان هو لما تكون في ضغط عليه بيتعمل له اوتو، يعني بياخد ريسورس زياده، وبعد كده لما الضغط يخف بيبدا يرجع الريسورس ديت هو مش محتاجها، اللي هي الالاستيسيتي، مرونه ان انت تضيف ريسورسز وتاد ريسورسز من خلال الاوتو سكيلينج. ده ياخدنا بعد كده نقطه الاجايلتي. اجايلتي المقصود بيها او الاجيلتي هو ان انت لما يكون عندك خطه للديبلوي بتقدر ان انت تحدد ايه معطيات الفانكشناليتي اللي انت عايز تضيفها في الريليس اللي جاي، تبنيها وتعمل لها ريليس من خلال الكلاود كمبيوتر، بيبقى اسهل كتير من الاون بريمسز بتاعك. ده بيحصل بسرعه، تحدد معطياتك وابني واعمل ريليس وهكذا، والدائره مستمره في الاجايل. ده جيو ديستريبيوشن، ده حاجة مهمة جدا. لو انت مثلا عندك ابلكيشن بتاعك لأكسس على مستوى العالم في أماكن مختلفة، فتقدر ان انت تخلي الابلكيشن بتاعك تعمل له ديبلوي في الداتا سنتر الموجودة قرب الجيو لوكيشن اللي انت مستهدفه. عايز تستهدف مثلا أمريكا بتحط هناك حاجة، أوروبا بتحط هناك حاجة، روسيا بتحط مثلا الداتا سنتر وهكذا، فبيبقى اليوزر ما عندوش اكسبيرينس الديلي نتيجه ان الابلكيشن بتاعك موجود بعيد جدا عنه. فدي فكره الجيو ديستريبيوشن، وده بينشر طبعا ان اليوزر عنده بيرفورمانس بناء على المنطقه اللي هو موجود فيها. ديزاستر ريكفري، لو لا قدر الله حصل حاجه فانت بتقدر ترجع بياناتك من خلال الباك اب، سواء ده جيو ديستريبيوشن او داتا ريبليكيشن، ومجموعه السيرفيس الخاصه بالباك اب. وديزاستر طبعا احيانا بتبقى انواع، ممكن يبقى لوكال ديزاستر، ممكن يبقى بس مجرد مشكله في الداتا سنتر، ممكن ريجنال ديزاستر، ده بيبقى على حسب البروفايدر ازاي بيهندل هو الديزاستر دي، وانت بتعرفها من خلال الدوكيومنتيشن الخاصه بالبروفايدر، بيعرفك بيهندل الديزاستر ازاي. وده بياخدنا الكونسامشن بيز موديول اللي هو باي از يو جو، زي ما احنا اتفقنا انت بتستخدم ريسورس بتدفع ثمنها، محتاج ريسورس زياده بتدفع ثمنها مش اكتر من كده، باي از يو جو، مش عايز تدفع بتوقف الريسورس وما بتدفعش ثمنها. دول مجموعه الحاجات السريعه الخاصه بالمميزات الكمبيوتينج او الكلاود كمبيوتينج، عشان ان شاء الله في الحلقه اللي جايه هنبدا نتكلم عن
هي الخدمات اللي بيقدمها الكلاود كومبيوتنج وتقدر تميزها ازاي، علشان ان شاء الله لما تشوف السيرفيس بروفايدر تبقى عارف على الاقل الخدمات المشتركه ما بينهم كلهم، وكل اللي تعرفه انت بس تخش تعمل كومبير للخدمه دي بتقدم هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه، وبناء على معطياتك بتختار السيرفيس بروفايدر اللي انت محتاجه. نشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه اللي جايه، وزي ما اتفقنا الحلقه عجبتك شير ولايك ونتقابل على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.